واضحة لنموذج اقتصادي مغربي. كذلك عرضكم يبين أن الحكومة لم تحسن تدبير الزمن الاقتصادي. النمو الاقتصادي في بلادنا يمكن لنا رفعه إما عن طريق الطلب أو العرض. فيما يخص الطلب يمكن لنا الرفع من النمو الاقتصادي عن طريق الرفع من الطلب الداخلي أو الرفع من الطلب الخارجي. الطلب الخارجي نازل كيف كتعرفوا بفعل الأزمة. على مستوى الطلب الداخلي يمكن لنا رفعه عن طريق تحسين الدخل وكذلك عن طريق الاستثمار العمومي. لكن في عهدكم نزل الطلب الخارجي ونزلت كذلك الطلب الداخلي بفعل مجموعة من النماذج والقرارات اللي خديتوه في الشهور الأخيرة. كاين تأخير ديال القانون المالي واللي عنده تبعات على مستوى الاستثمار وعلى مستوى الصفقات العمومية اللي غتضر منه مجموعة من المقاولات الوطنية. كاين كذلك الضرر ديال نسبة النمو اللي نزلات من 4.2 الآن 2.3% واللي غادي نفقدوا فيها آلاف مراسم الشغل. وما عبرتوش السيد رئيس الحكومة على شناهي الإجراءات وشناهي تصوركم للتعويض في التقليص ديال هاد مناصب الشغل. كذلك الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات كانت لها تداعيات، وبالمناسبة كان الفريق الفيدرالي اقترح إحداث ضريبة على الثروة، ماشي للتقليص من الثروة ولكن كآلية من آليات استرجاع الدعم اللي كيستافدوا من الأغنياء. نظام المقاصة كيمس الفئات الاجتماعية ضعيفة متوسطة والغنية. لا بد من مقاربة شمولية. لا بد السيد رئيس الحكومة ما تحبحتو على منابع الريع في المسلسل ديال الإنتاج. لا بد من المراقبة الدقيقة ديال لو سي بي ديال لوينو ديال لاكوزيمار ومجموعة من الشركات. لا بد تقوموا بهذا الشيء باش تزرعوا الطمأنينة وسط الفقراء والطبقات المتوسطة اللي زدتوهم في الأسعار ديال المحروقات. ولذلك كنطلبوا منكم السيد رئيس الحكومة مقاربة، تبني مقاربة تشاركية لا تقتصر فقط على المقاصة، ولكن خاصها تكون مرتبطة بإصلاح نظام الضرائب، مرتبطة بإصلاح منظومة. شكرا. الكلمة الآن لمجموعة الاتحاد.